الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن نذكرهم إلا بالخير إلا بكل جميل. الصحابة دع الله رضا أبوكم من أنني لاي أجل تقاخني رملك بوكات له تراتي رملك تقان رين بوكات نورين الأور بوكات. من طعن في الصحابة فهو في الحقيقة قد طعن في الذي يسب الصحابة هو في الحقيقة قد سب الله سبحانه وتعالى. نحن هاي دا جي متوكان صحابة نحن كي جي نحن جي تقان الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حدوي. لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. إبرو الله سبحانه وتعالى بارضا أبوكات واختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. حجرر بوقات كيتين متفق ربا النبي صلى الله عليه وسلم. من يسب الصحابة فقد سب الدين الإسلامي. لأن حجيت كان صحابة كيتين حجيت كان صحابة الإسلام. لماذا؟ حدوي. لأنهم هم نقلوا لنا الدين الإسلامي. ببرو بوقات كيتين دان نام نصحابة الإسلام. فإذا كنا نتكلم عن الصحابة معنى هذا أن الدين الذي نقل لنا نقل عن أناس نحن لا نرتضيهم لا نقبلهم. إبرو بسنج جيني جي أنكر أكرا أمبي قد هاي قد جيني دايل نام نساس نامو جين برقاتي من أعنيات من تطول جوك لاي. من يسب الصحابة فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم. إن هاتي صحابة نلو كي جيني دايل تبقى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المرء على دين خليله يعني المرء كما يصاحب. نعم. ببرو نقد تاير ساسنا بيدوجي نقد تاير تمكني نخنون كجاسنا جلنا.